بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. نحييكم أجمل تحية صباحية هنا في ميدان الوغن لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط الأول الخاص هنا أيضا بالثنايا الإبكار المحليات الأصايل. 5 كيلومترات هي مسافتنا ضمن إشارة الديوان الثانية والتي تعم ميادين الدولة. لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط لنرى أيضا هذا الانطلاق وهذا التحدي والمنافسة مع الصدارة. وهناك شعار سهيل بن سالم بن حمرور العامري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مطيلة مع المركز الأول. المركز الثاني هنا الدخول من شعار محمد بن مبروك بنط أيضا يتواصل في هذه اللحظات. محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي هنا يتقدم بشعاره وتحدياته على ثاني الأسماء، مقدما لنا نجود مع المركز الثاني حيث الدخول والتواصل هنا على ثالث الأسماء، ويتواصل شعار سهيل بدليل بصقوح العامري يقدم لنا مغيظة مع المركز الثالث حيث الدخول على رابع الأسماء والتواصل في هذه اللحظات. والقدوم مشاهدين الأعزاء من شعار خليفة بن أحمد بن خميس الخيلي يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا القدوم والتواصل في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء أيضا بنفس الشعار والتحدي القادم هنا أيضا من تكريت. ومحمد بن مبارك بن عبيد الشامسي هنا يتواصل مع تكريت على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هناك الدخول والتواصل والقدوم في هذه اللحظات من الغربية. وعويضة بن سهيل بن حمد بن مضحية العامري هنا يقدم لنا الغربية على سادس الأسماء، بينما المركز السابع هنا الدخول والتواصل من زيارة لمبارك بن ناصر بن يعان الشامسي يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواصل زيارة على سابع الأسماء، بينما المركز الثامن ننتظر هناك القادمون. وأيضا في هذا المسار الرائع والجميل مع شوطنا الأول الذي يحمل لنا في طياته المحليات الأصايل، هنا المركز الثامن هنا الدخول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء من شعار سعد بن محمد بن الشرقي بن مراش العفاري يتواصل في هذه اللحظة يقدم لنا الذات
طاير على ايضا سابع الاسماء بينما او ثامن الاسماء نعم بالفعل بينما تاسع الاسماء هنا القدوم في هذه اللحظات والتواصل من شعار حميد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي يقدم لنا شعاره وتحديات مع منصة هنا من خلال هذا التحدي ناخذ المركز التاسع والقدوم من شعار خليفه بن احمد بن خميس الخيلي يقدم لنا الشاهينيه على التاسع الاسماء بينما المركز العاشر ارى شعار بالعكاري قادم في هذه اللحظات ويقدم لنا ذهيبه سهيل بن محمد بالعكاري العامري هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للانطلاق الأول والتحدي الأول هنا مع أسبوع الكبار وتحديات الكبار وانطلاقة هذا الشوط الأول للثنايا المحليات الأصايل ما شاء الله شعارات رائعة وجميلة حضرت هنا للانطلاق أيضا وتعبير عن الإمكانيات تعبير عن الأداء الرائع والجميل نعود إلى مقدمة هذا الشوط نعود مع البداية الأولى والانطلاق الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع هذه التحديات والمنافسات التي تدور رحاها مع هذه الشعارات الرائعة والجميلة نعود مع البداية الأولى هنا مع الانطلاق الأول ياتي شعار سهيل بن سالم بن حمرور العامري ياتي هنا مقدما لنا ايضا مطيلة على الصدارة لا زالت على المركز الاول بينما المركز الثاني هنا يتواصل محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي يقدم لنا تكريت مع المركز الثاني هنا متابعينا الكرام بهذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة هنا مشاهدي الأعزاء اعتقد هنا شعار بالحرزي نعم يتواصل مع المركز الثاني بينما ثالث الأسماء زيارة هنا قادمة بشعار بن يوعان يتواصل مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي هنا من خلال هذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة الشوط الأول المحليات الأصايل إنتاج الدار هنا من خلال هذه التحديات والمنافسات أرى القدوم في هذه اللحظة والوصول من شعار حمد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا نجود على المركز الرابع بينما خامس الأسماء تصل هنا مغيضة يصل شعار بالدليلة هنا يتقدم مع مغيضة من خلال هذا المسار الرائع والجميل والتحدي هنا المثير مع هذه الانطلاقة مع مغيضة وسهيل بالدليلة صقوح العامري من خلال تواصل شعار بو سالم هنا على خامس الأسماء بينما الانطلاق الرائع والجميل وأرى قدوم في هذه اللحظات مع سادس الأسماء ما شاء الله هنا حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي بدأ يتقدم مع منصة هنا ينصى الصدارة ينصى المرك أيضا هناك القيادة الأولى بينما هنا شعار بن حلوس يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره مع حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري وصل بن قزول تقدم في هذه اللحظات هناك مع سيوف سالم بن مسلم بن قنزول العامري يصل في هذه اللحظات لينضم هنا مع هذه الكوكبة الرائعة والجميلة 1200 إن سألتم عن الموقع ونحن أيضا نتعدى لوحة 1200 التي يأتي دائما بعدها خبر يقين لأحد الفائزين لأحد المنطلقين لأحد المبدعين في هذا الشوط ما شاء الله الكيلومتر الأخير عودة إلى الصدارة بعدما أكملنا النداءات هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لا زال أيضا هناك الانطلاق الرائع والجميل في هذه اللحظات هنا مع شعار حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي وهناك بن حلوس قادم في هذه اللحظات يقدم لنا حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري وهنا بصقوح يتواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء هناك مشاهدي الأعزاء القدوم والتسلل في هذه اللحظات من شعار بالحرزي هنا قادم في هذه اللحظات مع تكريت بينما
بينما بن غزول بدأ يتواصل، بدأ يتحرك بن غزول، ولكن هناك الانطلاق الرائع مشاهدي الأعزاء مع منصة. ما شاء الله، منصة 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 تقدم عرض رائع، تقدم عرض جميل. بن حلوس قادم في هذه اللحظات، هناك مع المركز الثاني يقدم لنا حشيمة، ولكن منصة على الصدارة، منصة على المركز الأول. ياتي حمد بن سيف بن فالح الشامسي هنا على الصدارة على المركز الأول، لكن اللحظات الأخيرة مع بن حلوس، مع حشيمة، مع أبو حمد. الله يا هذا الشوط، الشوط الأول يذهب مع عبيد بن حلوس بذبان العامري، وهنا يتقدم مع حشيمة. تهانينا والناموس لعبد الله بن عبيد بن حلوس بذبان العامري من خطف ناموس هذا الشوط الأول. المركز الثاني كان شعار أيضا حمد بن سيف بن فالح الشامسي بينما ثلاث أسماء شعار سهيل بدليل بصقوح العامري مع مغيضة. إذا تهانينا والناموس متابعين الكرام لمن قدم لنا حشيمة عبد الله بن عبيد محلوس بالذيبان العامري. وتوقيتها الزمني لحظة وصولها مشاهدي الأعزاء هناك أيضا 8 دقائق 8 ثواني 15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.